النهارده صحيت من النوم مش عارف، حاسس ان انا عاوز اجرب حاجه جديده النهارده. الجو النهارده جميل جدا زي ما احنا شايفين كده، حاجه زي العسل. المهم صحيت الصبح حسيت ان انا عاوز اجرب فاكهه جديده او اكل جديد او مش عارف زهقان او حاجه زي كده، فقلت افصل شويه من الشغل واروح اشتري شويه حاجه كده نجربها مع بعض. ايه رايكم نجرب الموضوع دوت؟ يلا بينا نروح نشوف هنجيب ايه ونجربه مع بعض. تمام، جبنا شويه الفاكهه دول. في حاجات منهم انا جربتها وفي حاجات ما جربتهاش. يعني الدراجون فروت ده جربته مره من زمان جدا، بس بصراحه مش فاكر كان عجبني ولا ما عجبنيش، فقلت اجيبه تاني واجرب واشوف ايه ظروفه. بس قبل ما نتكلم خلينا نبدا مع اول واحده. دي اغلى واحده فيهم، اسمها تشيرمويا. اتس عباره عن برضو في ناس بيسموها كاسترد ابل، بتاكل كده بالمعلقه لما تكون مستويه. دي ثمنها او الاثنين كان ثمنهم $12. دي كانت اغلى حاجه فيهم كلهم. وفي عندنا بعد كده في اللي هو الكوريان بير، اللي هو زي كوميترا كده بس من كوريا. وفي عندنا اللي هو الدراجون فروت، او لو ترجمه حرفيه هتسميها اللي يكون اللي هو فاكهه التنين حاجه كده يعني. وفي عندنا دوت، ده مش موز على فكره، ده حاجه اسمها بلانتين. بلانتين دوت بتستخدمه ما ينفعش انك تاكله كده يعني، فهشرح لكم ازاي بيتعمل دوت لان انا جربت ده قبل كده وبحبه يعني. زي ما قلنا دوت كان ثمنهم $12. عندك البير، خلينا نشوف هنا في الفاتوره، دي كانت ب $2. وعندك الدراجون فروت، الاثنين دول عملوا حوالي $5، ودوت ارخص واحد فيهم البلانتين عامل تقريبا $3 للاثنين اللي جبناهم. خلينا نبدا مع دوت دلوقتي. انا مش متخصص في النيوتريشن، يعني في اللي هو الحاجات المفيده للجسم والكلام دوت، بس انا بصراحه قريت كتير عن الحاجات دي، ف من كتر اللي قريته يعني على الانترنت وكده فيها حاجات مفيده جدا للجسم. يعني بيقول لك الحاجات دي كلها بتساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم، بتساعد على توازن ضغط الدم، حاجات بتساعد على الهضم، فهي حاجات مفيده جدا يعني، فيها حاجات مفيده جدا. بقى انا هسيب لكم انتوا الموضوع ده تعملوا الريسيرش بتاعكم، بس ده اسمه تشيرموي وهنتكلم عن كل واحد. زي ما انتم شايفينها كده عباره عن حاجه شبه التنين يمكن، فخلينا نفتحها ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. انت بتجيب السكينه كده وبتجيب الفاكهه دي، طبعا دي شكلها مش مستوي قوي بس انا هفتحها وخلاص. يعني تعرف ان هي مستويه ازاي؟ لما تضغط عليها هنا كده من الجزء ده تحس ان هي ناعمه شويه او طريه شويه اقصد يعني. فنجيب السكينه وننزل مثلا نقطع كده من النص حاجه زي كده. فده شكلها من جوه. حاجه بس سريعه، البذور اللي جوه دي ما بتتاكلش، البذور اللي جوه خالص دي ما بتتاكلش لانها سامه. انا طبعا انا مش خبير، بس انا زي ما قلت قريت عنها وشفت فيديوهات وحاجات من دي، فدي بذور سامه، تحاول ان انت ما تاكلهاش، طلعها بره كده وتخليها على جنب. اوعى تاكل الحاجات دي. ده بصراحه بيتاكل ازاي بقى يعني، او طريقته بتاكل ازاي؟ موضوع سهل جدا. انت بتجيب معلقه او بالسكينه بتاعتك، انا عمري ما جربته، انا زي ما قلت شفت فيديو، فخلينا اجرب اخد حته صغيره كده نشوف طعمه عامل ازاي واقول لكم دوت شبه ايه او طعم ايه او حاجه زي كده. فانا هاخد حته صغيره كده ونجرب. طعمه حلو على فكره، طعمه حلو جدا والله. عارف دي لما بتكون ناعمه، لما بتكون مستويه قوي بتكون زي ما قلت بمعلقه كده تبقى عامله زي الكاسترد وبتاكلها. دلوقتي الطعم بتاعها عامل بالنسبه لي طعم الكمثرى او طعم التفاح، في حاجه طعمها كده، او مانجا حاجه كده، بس طعمها حلو جدا على فكره. بعد ما اخلص انا هدوس في دي يعني. بعد كده اجيب عندي اللي هو الكوريان بير او الكمثرى الكوريه او حاجه زي كده. الكمثرى الكوريه دي برده فيها حاجات مفيده للجسم وكلام من ده، زي ما قلت مش هتكلم في الموضوع ده لان انا مش متخصص يعني في الحاجات دي، بس انا شفت في ناس بياكلوها كده نيه زي ما هي، وفي ناس بيعملوها ايه، بيقوروها كده من النص وبعدين بيحطوها في الفرن وبيحطوا فيها حاجات كده وبتاع، بيبقى طعمها حلو يعني او بشكلها حلو، انا ما دقتهاش قبل كده. فنفس الموضوع نجيب دي كده ونقصها اتنين، نقطعها اتنين ونشوف طعمها عامل ازاي. طبعا اكيد هيبقى طعمها عامل زي الكمثرى عادي يعني، بس في حاجه انا شفت كل الناس اللي بياكلوها بيقشروها الاول، فانا هقطع حته كده حته من دي وخلينا نقشرها على السريع كده. خلاص اتقشرت، خلينا بقى نجرب ونشوف شكلها عامل ازاي. طبعا ريحتها ريحة الكمثرى العادية خالص، بس الطعم خلينا نشوف.
عامل زي الخيار مش مسكرة، فيها مية كتير يعني، تلاقي فيه كده جوس عصير نازل كده منها. بس طعم الخيار مش مسكرة خالص، ما مش عارف، ما عجبتنيش قوي. بس لو هاكل انا هاكلها بس للبينيفيتس يعني، الحاجات المفيدة اللي بتيجي منها او بتيجي معاها. بس الكمبيوتر دي خيار خيار يعني. عندي بعد كده البلانتين. البلانتين دوت شبه الموز، تحس ان شكله كده. طبعا انا شفته وانا بجيبها من الماركت من السوق. مش عارف صوت الدوشه اللي ورايا دي طالعه في الميكروفون ولا لا، هحاول ان انا اعالج دوت في الايديتنج لان دي بتضاف بره او حاجه. المهم دوت شبه حاجه شبه الموز كده. فانا كنت بقول ايه، لو انت شفته وانا بشتري من المحل ما حبيتش او ما اشتريتش اللي هو كان لونه اخضر، دايما وانت بتشتري تشتري اللي هو شكله تحس ان هو بايظ او حاجه كده. مش بايظ ولا حاجه، لما تشوفه كده معنى كده ده مستوي جدا. بس ده ايه بقى، ما بتاكلوش كده يعني. لو فتحت الموضوع دوت وحبيت تاكله ما ينفعش تاكله كده. البلانتين دوت لازم ان هو ينطبخ، مش ينطبخ، بتقطعه ترانشات وبعد كده بتحطه في زيت زيتون او في اي زيت بيكون حجمه صغير كده بتقطعه. فخلينا نسوي دوت ونرجع ناكله مع بعض اوريك شكله عامل ازاي. وهنا بعد ما سويناها طبعا زوجتي العزيزه عملتها ليا، بتقطعها بالظبط بيكون شكلها عامل زي كده. البلانتين دوت بتقطعه ترانشات زي كده وبعدين بتحطه في زيت زيتون، بس نظام ايه اللي هو بتشوحه شويه يعني. فطبعا بتاكله، خلينا نقول لكم طعمه، عارف طعمه عامل ازاي لان انا بحبه جدا بصراحه. طعمه مسكر شويه طري كده وعامل زي الحلويات. لو انت مش عارف اوصفه بس طعمه حلو قوي. الصوت اللي ورايا دوت عامل ازعاج جدا، فمش عارف يمكن استنى شويه عشان الصوت هيبهدل خالص، يمكن ما تسمعونيش. جماعه شكلهم مش هيخلصوا النهارده خالص، بينضفوا الشارع بره من ورا الشجر وكده، فشكلهم مش هيخلصوا والصوت ده مش عارف هيعمل ايه. البتاع دوت دي طريقه من الطرق انك تعمله. لو انت هتجيبه اللي هو الاخضر دوت اللي احنا شفناه في الفيديو الاولاني دوت، بتعمله بطريقه ثانيه. ممكن برضو تشوحه كده وتحط عليه شويه ملح او حاجه، او في ناس بتطبخه يعني في صوص وكلام من ده. بس جميل قوي هيعجبكم يعني. ده اسمه بلانتين. بعد كده عندي الدراجون فروت زي ما قلنا دوت اللي هو التنين او فاكهه التنين او كده. فيها فوائد كتير جدا، انا مش هعمل لها ليست كده. عايز تعرف الفوائد بتاعتها ادخل على الانترنت واعمل سيرش او بحث، هتلاقي فيه فوائد كتير جدا ليها. بتقطع ازاي بقى البتاع دي او الدراجون فروت دي؟ انت بتجيب بتاع كده، بتيجي في النص هنا في الجزء ده، تقوم جاي شايل الجزء ده كده. طبعا في منها نوعين او كم نوع تاني الوان مختلفه. في حاجه بيربل او لون اللي هو البنفسجي دوت، من جوه بيكون شكلها عامل كده، فيها الحبوب السوداء اللي احنا شايفينها دي. فبتيجي كده وبتقوم جاي انت جاي من هنا كده عامل فتحه هنا في الجزء ده كده، وبتبدا بايدك ان انت تعمل ايه، تقوم جاي داخل كده بوم بنفس الطريقه دي كده. يبقى احنا كده خلصنا من ايه، تقطيعها تبقى بالطريقه دي كده. ادي الدراجون فروت، هي دي. تتاكل ازاي بقى انت براحتك يعني، بس انا اكلتها قبل كده ما عجبتنيش، هجربها تاني دلوقتي. خلينا نحط ده هنا واقطع جزء كده من ده ونجرب مره تانيه. دي اسمها دراجون فروت، في نوعين تقريبا، نوعين ده نوع منهم والنوع التاني له لونه مختلف شويه. بحاول احبها مش عارف، مفيش طعم، ملهاش طعم خالص. فانا افتكرت دلوقتي المره اللي فاتت برضو لما جربته حسيت ان مفيش طعم خالص في الفاكهه دي يعني، مش مسكره او اي حاجه، هي جوسي يعني فيها كده ميه كتير. فده تقريبا هينتهي في السموذي، هنعمل عصير من البتاع ده. بس مش عارف، مش عاجبني. فدي كانت تجربه فاكهه النهارده، هحاول اجيب لكم حاجات تانية جديدة. انا من كل الحاجات اللي انا جربتها دلوقتي ده الوحيد اللي عجبني بصراحة، فده يمكن اشتري تاني والباقي مش هشتري تاني. فده نهاية الفيديو. ان شاء الله الفلوج الجاي او الفلوجات اللي جاية اجرب معاكم حاجة جديدة، اقول لكم رأيي فيها اذا كانت حلوة او وحشة. يمكن لو انت عايش في دولة فيها الحاجات دي وعايز تجربها بس مش عارف حلوة ولا وحشة، يمكن ده يساعدك يعني. شكرا على المتابعة واشوفكم الفلوج الجاي. مع السلامة.